عباقرة الجامعات ومباراة ما بين أهل الصعيد، والنتيجة جامعة أسيوط 40 وجامعة جنوب الوادي 45، وحصل عندنا في جنوب الوادي تغيير رأي عبد الفتاح مكان ظهور هانئ، وحصل عندنا كمان تغييرين في أسيوط، عبد الرحمن البدري مكان محمد هشام، وأمنية ناصر مكان رانيا حسن. جاهزين؟ إن شاء الله. يلا، وتاني فقرة هي فقرة المعرفة. المعرفة. المعرفة أربع أجزاء: معلومات عامة، رياضة، تكنولوجيا، وقدرات ذهنية. هنبتدي واحد لواحد. أمنية ناصر اتفضلي، ومحمد صبور. أمنية ناصر ومحمد صبور، وسؤال بعشر نقط في المعلومات العامة. روح رياضية ما بين أهل الصعيد حبيب طبعا هاتريك وسوبر هاتريك. مفيش هزار يعني، ليه تروح ليه؟ انت كنت على الهاتريك سوبر هاتريك. سؤال تمام ده في الدوران معلومات عامة، والسؤال هو: ما هي أكبر مدينة في أوروبا من حيث المساحة؟ لندن. لندن، ومتأكد؟ هتأكد لما حضرتك تقول لي إجابة صحيحة. طب مساحتها كام؟ لا بقى مش خبير جغرافيا. هي مساحة لندن 1572 كيلومتر مربع. تمام، في حد بيفوقها؟ بالظبط كده، هو ده السؤال. لندن عرفنا مساحتها قد إيه، ولندن إجابة صحيحة. برافو عليك يا محمد، 10 نقط لمحمد صبور، وبكده النتيجة 55 جنوب الوادي 40 أسيوط، وعبد الرحمن البدري ومحمد عكاشة. وهنشوف مين اللي هيخطف 10 نقط في الرياضة، والسؤال هو: ما هو الحزام الذي يلي الحزام الأخضر في رياضة الكاراتيه؟ إجابتك حزام الأسود. يا راجل، وعبد الرحمن موافق، أنت موافق؟ يعني لو هو غلط مش هتقول حاجة؟ هنفكر. هتفكر؟ لا بس تفكر. عكاشة إجابة خاطئة. تخيل ما طلعش الأسود، سبحان الله. لون إيه؟ دوس على البصر. وإجابتك حزام الأزرق. الحزام الأزرق. الأزرق إجابة صحيحة. الحزام الأزرق الإجابة الصحيحة، سبحان الله عبد الرحمن. والنتيجة 50 جامعة أسيوط جنوب الوادي 55، ورؤية ونهاد، نهاد ورؤية. تكنولوجيا، والسؤال هو: ما هو رمز وحدة المعالجة المركزية في مكونات جهاز الكمبيوتر؟ CPU Central Processing Unit. 10 نقط إجابة صحيحة. CPU Central Processing Unit هي الإجابة الصحيحة، وكده النتيجة 60 جامعة أسيوط جنوب الوادي 55. أول مرة تتفوق جامعة أسيوط على جامعة جنوب الوادي. قدرات ذهنية، والسؤال هو: عارضة المرمى ترتفع 2 متر 44 سنتي عن الأرض، فما هو إجمالي ارتفاع العارضات في ملعبين؟ وهتجاوبي غلط. إجابتك ثانية، إجمالي ارتفاع العارضات كلهم؟ إجابتك، دوستي على البازر، عايز إجابة، تفضلي إجابتك. ماشي، في ملعبين. تمام. ثمانية أربعة. ألاء ثانية. لا انت هتمسكي ايدي، انت هتمسكي. طب 460. إجابة خاطئة. هتمسكي ايدي، مش لازم تقول إجابة خاطئة بإيدي. صح، تمام. أميرة إجابتك 4.88. وخدتي وقتك وقعدتي تفكري، ولا مسكت ايدي. السؤال سهل جدا. ليه بقى؟ كنت عايزه تقولي ايه؟ انا في الاول كنت اقول 2 متر 44 سنتيم.
كنت فاكرة ان العرضة يعني العرضة الواحدة عموما. اولا انتوا الاتنين ما فكرتوش ليه؟ اتنين متر 44. لا مش نفس. ايه؟ الملعب فيه كم عرضة؟ في جونين في الملعب. اتنين في ملعبين يعني 4 تجوان. شفتوا بقى؟ شفتوا ان في اسئلة محتاجة شوية هدوء وتركيز؟ تفضلوا. اجابة غلط يا اميرة. الاجابة الصحيحة 9 متر 76 سنتي. دلوقتي عندنا 4 أسئلة ليكم انتوا الـ8. واول سؤال في المعلومات العامة، والسؤال هو: ما هي اكبر دولة انتاجا للموز؟ محمد صبور اجابتك الصومال. اكبر دولة في العالم انتاجا للموز الصومال؟ ازاي يا محمد؟ الصومال هي في الوطن العربي وفي افريقيا رقم واحد. محمد اجابة خاطئة. البرازيل. البرازيل. نهاد إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة الهند. ودلوقتي عندنا تاني سؤال في الرياضة، والسؤال هو: ما هي جنسية الملاكم العالمي نسيم حميد؟ برنس نسيم. محمد عكاش اجابتك امريكا. سمعت عنه قبل كده؟ سمعت عنه اخبار. عكاشه اجابه خاطئه. باكستاني مثلا. نسيم بتاع باكستاني. اسود في اجابه ولا فيش اجابه؟ في اجابه. اتناقشتوا كتير جدا. في اجابه. عبد الرحمن. باكستاني. باكستاني. انتوا سمعتوا عنه قبل كده؟ لا صراحه. ده بطل عالمي مشهور جدا وعنده جنسيتين، اي جنسيه منهم كنت اعتبرها صح. عبد الرحمن اجابه خاطئه. الاجابه الصحيحه يمني وبريطاني. والبطل ده بطل عالمي في 37 مباراه، كسب 36 مباراه. النتيجه زي ما هي 60 جامعه اسيوط جنوب الوادي 55. ودلوقتي عندنا سؤال في التكنولوجيا، والسؤال هو: ما هو أصغر عنصر لبناء الصورة الرقمية؟ رؤية أجابتك بت. رؤية أنت ليه مستعجلة؟ مش عارفة متوترة. خدتي البازر، ولو خدتي البازر تقدري تاخدي ثانية تفكري. رؤية إجابة خاطئة. في إجابة. سؤال سهل جدا. بيكسل. بيكسل ب10 نقط. إجابة صحيحة. الإجابة صحيحة وكده النتيجة 70 جامعة أسيوط جنوب الوادي 55. رؤية ملكة. رؤية ليه يا رؤية بتستعجلي كده؟ أنت كنت عارفة الإجابة صح؟ كنت عارفة الإجابة؟ سؤال سهل خالص. سؤال سهل جدا ما فيهوش حاجة فعلا يعني. وأنا كنت عايز أوصل. هارد لك يا رؤية. دلوقتي عندنا السؤال الأخير في القدرات الذهنية، والسؤال هو: رواية من 400 صفحة بتكلفة طباعة 18 جنيه للنسخة الواحدة، فما هو إجمالي تكلفة طباعة 10,000 نسخة من رواية 442 صفحة؟ رواية من 400 صفحة تكلفة طباعة الواحدة 18 جنيه. 7 ثواني. محمد صبور اجابتك هتبقى 400 كام صفحه. لا 400 كام صفحه ايه. محمد اجابتك في اجابه ولا فيش اجابه؟ محمد هتبقى 18 و4 اصفار. محمد 18. ما مش 18. 180 الف. محمد صبور اجابه خاطئه. انا كمان مش عايز اديهم فرصه يفكروا. جامعه اسيوط في اجابه ولا فيش اجابه؟ اميره اجابتك 4,420. أميرة إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة 198,900. للأسف الشديد ما خدناش نقط كتير في فقرة المعرفة. نتيجة زي ما هي
70 جامعة أسيوط، 55 جنوب الوادي. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة الفنون والعباقرة. وبكده طلاب مصر جمعوا 40 نقطة في فقرة المعرفة، وكل نقطة ب 5000 جنيه بما يساوي 200,000 جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 625,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير القرى المصرية.